كثير منكم يسألني عن أجهزة تنظيف البشرة، هذه اللي تكون عادة مكلفة، ممكن تكون بأسعار غالية. هل الدكتورة عادي نستخدمها؟ زينة مو زينة؟ طبعا ما في شك أن تنظيف البشرة حلو ومهم، والغسول بروحه ما راح يفي بالغرض أو ينظف لي البشرة عدل. يعني تشوفون أنتوا الغسول ونزيل الميك اب، ثاني يوم بس تمشين بقطنة وشيها تلقين آثار. فبالتالي هذه التراكمات تحتاج أن إحنا ننظف بشرتنا. تنظيف بالفرشة دائما يكون بالسيليكون مثل هذه الأنواع، ولكن صارت مكلفة. أنا أستخدم سندي، هذه براند إيطالي، الفرشة روعة، سيليكون، بسرعة تنشف، تغسلينها تخلصين منها تحطينها تنشف تردينها تنشحن وتقدرين تستخدمينها كذا استخدام. للت بشرتي، حطيت شوية من الغسول على الجهاز نفسه، هذا هو الغسول راح يكفيكم مدة طويلة، وفي أحماض أمينية وفي بيبتايدات، يعني البوكس كامل متكامل رائع، من منتجات داخله مو اي منتجات حاطي لكم، ومن الجهاز هذا اللي راح يكفيكم مده. شايفين انا كبست بس بالنص، انفتح عندي الجهاز، وبعدها احط السرعات اللي انا ابيها. انا دائما احط بلس 4 او بلس 3. اوكي، الحين ابتدي اسوي كذي حركه دائريه كامل الوجه. شايفين شلون يرغي كامل الوجه والرقبه، يفضل كذي ولي برا، كذي ولي برا. من دقيقتين لثلاث دقائق تكونين انت مخلصة كامل الوجه حتى الرقبة. ها بنات، نسوي الجبهة نفس الطريقة. غسلت البشرة اوكي بالماي، الحين بحط شوي من التونر. ابي ريحة الغسول والتونر، منتجات حلوة وسعرها تنن ومفيدة، وفوق هذا ريحتها حلوة عشان الواحد يحس صدق مدلع بشرته ونظفها عدل. نمش بالتونر، كله تركيبات طبيعية، وفي بابونج شحلاته، يعني انت الكت هذا اللي ماخذته راح يكفيك حتى كغسول، كتونر ماسك عندك. الماسك هذا تقدرين يعني في مثلا اسبوع ما نظفتي بشرتك، زين استخدم الماسك اللي داخل العلبة، في بيبتايدات، في تركيبات أساسية. شايفين بس خلصت لمعة البشرة، خيال خيال، بنفس الوقت تحسينها. انزين الحين بحط الماسك عشان شنو؟ اكون دلعت نفسي، ثم تكون كلها على بعضها كم خذه يدوب، بس الماسك اللي بخليه مثلا 10 دقائق او ربع ساعة عشان استفيد اكبر استفادة. فظيع فظيع الجهاز وكل القطع اللي فيه فظيع، والسعر روعة حد فيه، تلقونه باي مكان. هذا الماسك انا وايد مستخدمة منه من قبل، اوكي كل مرة نظف بشرتي بخليته كذي بعلبته نظيف منسق، بفرد على كامل الوجه والرقبة. ترى كافي هذا الكمية اللي حطيتها كلها كافي. نفس ما قلنا في جزيئات الذهب، في حمض الهيرونيك، وفي البيبتايدات، تركيبات حتى التعبئة والشد موجودة فيه. فروعة روعة، يعني أقوى ماسك بكريسي بعد حطي لكم إياه. أنا أحب هالماسك، ماسك البوتوكس عندهم. شايفين أخليه الحين، وهم ريحته خيال، شوف لونه شايفينه ذهب. أخليه 10 دقائق ربع ساعة وغسل وجهي، بعدها بشرتي ولا أنظف تبل. شوفوا كيف شلون سهل التنظيف، شغلي الماي نشين عليه الماي بس، الدكتور الخفي صوب ماي كهرباء مكان الشحن، شايفين شلون مسكر بالكامل. مع هذا عقب ما اغسلها انا اخليها تنشف اساسا بالكامل قبل لا احطها بالعلبه، واشحنها قبل لا استخدمها شوي، يعني حتى لو تشحنينها ساعه بيت تكفيك مده طويله، لا تحطيها شحن. شوفوا عجيبه، فيها طبعا سرعات كبسه هني تفتحينها، وهني في كذا سرعه تحطين الاشياء اللي ناسب بشرتك، في بروشور شارح لك كل شيء. بس ميزه هذه شنو؟ مو بس سعرها حلو، راح تجيب باكج فيه كل خطوات تنظيف البشره، كل الخطوات. هذا هو الباكج اللي فيه كل الاشياء اللي تحتاجينها، يحتاج انك تطبقينه مره بالاسبوع اذا انت يوميا تستخدمين الميك اب عشان لا يتراكم الميك اب. فنستخدم فرشة، مو بس غسول وخلاص، ما راح يكفي، نفس ما قلنا راح تراكم الأوساخ على البشرة وتسد المسام وتطلع لنا حبوب، وتصير عندنا مشاكل وتصبغات وصخ بالبشرة يصير. يا جماعة ما يصير نحط سيرامات وكريمات على بشرة وسخة. إذا أنت ما تستخدمين المكياج بشكل يومي، مرة أو مرتين بالشهر، أوكي؟ أو نقول بمعدل مرة كل أسبوعين، مرة كل 10 أيام، عادي، أوكي؟ شايفين الباكج؟ مو بس في الفرشة هذه بالخواص اللي قلت لكم إياها السيليكون، فيها سرعات، وفيها بروشور يشرح لكم كل واحد يناسب أي بشرة، فيها غسول، وفيها تونر،
وفيها ماسك يغطيكم من 6 شهور ل 8 شهور وهذا يظل معاكم عمر. توفيري جدا. هذه بروحها لو بتشترينها برا من 60 ل 80 دينار، هذا البوكس كله 39 دينار بس.